مرحبا واهلا فيكم. اذا يعني لازم نتابع في تطورات مهمه على المسار يلي كان هو الشغل الشاغل للحديث في الاعلام ورجال السياسه، مسار التقارب التركي السوري. اليوم فينا نقول انه هذا المسار تقريبا توقف، يعني هيك كل الدلالات. فينا نستدل على الموضوع انه ما في اي اشاره في الاعلام الى مواعيد او نيه على لقاء على المستوى السياسي، ان كان وزراء الخارجية السوري التركي وانضم لهم ربما الإمارات إيران، يعني صار الموضوع مرة تانية تحول لغير مسار، أو على مستوى الرؤساء الرئيس بشار الأسد والرئيس رجب طيب أردوغان. مرة تانية رجعنا نشوف في تصعيد في اللهجة، يعني في حدة اللهجة ضد التواجد التركي في سوريا بتقارير تبث على الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، بالتأكيد على استمرار النوايا العدوانية للاحتلال بشن عدوان جديد على مدن وبلدات الشريط الحدودي. حديث اقتصر خلال الأيام الماضية عن موضوع فتح طريق الإنفور اللي بيوصل شرق سوريا في غربه إلى البحر المتوسط. الحقيقة هو كلام قديم، هو ضمن مسارات يعني أستنا وسوتشي إلى آخره، فما في شيء جديد ولا يخص التقارب السوري التركي. أيضا تركيا ماضية في يعني عملية تعزيز وجودها في المناطق التي تسيطر عليها، ليس فقط عسكريا وإنما اجتماعيا، ويعني من كل النواحي اجتماعيا واقتصاديا في كل النواحي. واضح من الخطوات، إقامة جامعات، إقامة خلينا نقول أماكن لسكن الطلاب، هذا الموضوع يدل أنه هي عندها خطة استراتيجية فيما يتعلق في هذه المنطقة، ولا تنوي أبدا أنه تنسحب منها على المدى القصير على الأقل. من جهته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة والمصيرية بعشرة أيار من العام الجاري. طبعا الحملات الانتخابية بتبلش، أو الحملة الانتخابية بتبلش قبل شهرين، يعني بعشرة أدار بيفصلنا عن موعد بدء يعني الانتخابات أو الحملات الانتخابية فعليا شهر شهر وشوي. ما بتوقع خلال هالفترة يصير في تطور ملحوظ في المسار، بالإضافة للشيء يلي حكيناه، فالوقت صار كتير ضيق. وعموما الأطراف، يعني لأن احنا هون مثل ما شفنا إيران دخلت على الخط، هلا رح نحكي بهالتطورات أو بتطور الظهور الإيراني في المسار التقارب التركي السوري. ما لهم مصلحة يدخلوا باتفاقيات وتعهدات مع السلطة ما بيعرفوا إذا بدها تكمل أو ما تكمل في الحكم في تركيا. إيران يلي اختارت في بداية المسار أو بداية تصريحات عن التقارب التركي السوري الصمت، مع تطور يعني العمل ضمن هذا المسار وعقد بعض الاتفاقات، آخرها كان لقاء وزير الدفاع السوري مع وزير الدفاع التركي في موسكو بحضور وزير الدفاع الروسي، بلش ظهوره يعني انه يكبر ويكبر، واصبح اليوم هذا الظهور في هذا المسار لإعادته للمسار الثلاثي التركي الروسي الإيراني فج، يعني صار في استحواذ كامل على المشهد. خلينا نقول زيارة وزير الخارجية الى دمشق، وتم دعوة وزير الدفاع السوري حاليا هو في إيران ليلتقي مع على رأس وفد ليلتقي مع المسؤولين الإيرانيين. وطبعا التصريحات اللي بتطلع ما فينا نقول عليها حكي إعلام أو حكي جرائد، هي بتكون مدروسة تماما، في رسائل لازم نحن ننتبه إلى هذه الرسائل لنشوف إيران شو موقفها من التقارب السوري التركي ولوين بدها تاخذ هذا المسار. فإذا بلشنا بالرئيس إبراهيم رئيسي من خلال لقاءه لوزير الدفاع السوري، منشوف انه هو عم يعبر يعني بخلال تصريحاته، المهم فيها كان انه اخي نحن الاصدقاء الحقيقيين لكم، وين رايحين بهالعتمه تركيا وما تركيا، نحن الاصدقاء، نحن كنا معكم في البدايه في الحرب وراح نكمل معكم الى ما بعد الحرب واعاده الاعمار، يعني وحياه اللي خالقك ماني انفارقك. يعني هي كانت رسالته خلال لقائه لوزير الدفاع السوري، وطبعا وزير الدفاع السوري كان رده بانه يعني هز راسه مثل العادي. قائد الحرس الثوري ايضا وقت التقى وزير الدفاع السوري تقريبا نفس الكلام، واعتبر انه التضحيات والدماء يلي قدموها على الارض السوريه شيء طبيعي لان بيعتبروا سوريا وطن لهم، وايضا وزير الدفاع هز راسه موافق على هذا الكلام. رئيس الاركان الايراني محمد باقري يعني هو يشعر بالفخر لمشاركته بهذه
المعركة، وطبعا ذكر سيد الشهداء يلي هو قاسم سليماني، وتابع بأنه مشاركة إيران في هذه المعارك كان ضروري لأن أمن المنطقة. ولكن هون استخدم مصطلح، طبعا هذا المصطلح استخدامه ليش بقولكم أنه كتير مهم ندقق على الكلام، غرب آسيا وغير الشرق الأوسط، يعني هو المناطق يلي ما بتضم أي بلدان من أفريقيا عربية مثلا مثل مصر والسودان. والحقيقة أنه غرب آسيا هي مكان النفوذ الإيراني، يعني في منطقتنا العراق سوريا لبنان وفي الجزيرة العربية، يعني في المناطق يلي عم تحوص فيها إيران وتشكل بؤر التوتر يلي من خلالها ممكن يستفيد الغرب من تشكيل هذه البؤر في إحكام أيضا السيطرة على الاقتصاد والوضع العسكري في دول الخليج العربي وإيجاد ذريعة للتدخل في بلداننا. فهن بيستخدموا هذا المصطلح واستخدموا أكثر من مرة، يعني فينا نرصد مرتين أو حتى ثلاث مرات استخدموا في الخبر يلي تناول موضوع لقائه مع وزير الدفاع السوري. أيضا باقري رئيس أركان الجيش الإيراني شاف من تصريحات يعني خلال لقائه مع وزير الدفاع السوري أنه من الضروري إنشاء لجنة أمنية ودفاعية بين البلدين في أقرب وقت ممكن، يعني وجودهم في المستقبل. هذا في سياق تصريحات رئيسي أو رئيس الحرس الثوري الإيراني. الجيش السوري، وهذا تم التأكيد عليه في أكثر من مناسبة وعلى لسان أكثر من مسؤول، الجيش السوري اليوم بحاجة إلى إعادة تأهيل. وجود إيران في عمليات تأهيل وإعادة تأهيل الجيش السوري، القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمساعدة الجيش السوري في مجالات الصيانة والتدريب والتجهيز. في آخر الخبر بلقائه مع محمد باقري وزير الدفاع الإيراني كان في عبارة إقامة مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين، والحقيقة هي العبارة مهمة كتير لأن نحن نعرف التعاون بين إيران وسوريا كان دائما على مستوى هذا المعلن المستشارين، وكان على أرض الواقع على مستوى الميليشيات بأسماء مختلفة، يعني صعب واحد يحفظ أسماء، ولكن هي أول مرة يتم الإشارة أو إلى النية في التعاون بين جيشين، الجيش الإيراني والجيش السوري، بإقامة مناورات مشتركة على غرار ما تقوم به روسيا مع بعض القطع العسكرية في سوريا. فكان هذا الموضوع يعني لافت، وهو يدل على أن إيران تريد أن تحظى بموقع يساوي أو يوازي الموقع الروسي في النفوذ على الجيش السوري. أيضا التقى وزير الدفاع السوري محمود عباس مع وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني، وكان الكلام في نفس الإطار، إطار وجود إيران في مرحلة إعادة بناء أو تأهيل الجيش السوري. حرفيا قال أو أكد وزير الدفاع الإيراني ضرورة تعزيز القوى الوطنية والدفاعية لسوريا نظرا لأهميتها في محور المقاومة، فإذا ظل رابطة بهذا المحور. وقال أن وجود مقاتلين ومدافعين من محور المقاومة إلى جانب الجيش والشعب السوري كان نموذجا ناجحا، يعني ما تم خلال السنوات الماضية كان نموذج ناجح ويعتمد ويظهر مدى تفاعل وتعاون إلى آخره لمنع انتشار الإرهاب بمناطق أخرى في العالم. فوضع هذا الموضوع، كل واحد طبعا بيعلق العمليات العسكرية وتخريب البلدان يعني خاصة العراق وسوريا ولبنان في إطار مكافحة الإرهاب، وأيضا طبعا وزير دفاعنا كان موافق على هذا الكلام. فإذا فينا نقول إنه الأمور عادت إلى ما بعد فورة يعني المصالحة بين قوسين أو التقارب التركي السوري اللي عمليا على أرض الواقع ما انعكس بأي إجراء، مثل ما قلنا إذا عم نحكي على الام 4 فهو ضمن اتفاقات أستنا وسوتشي وإلى آخره، فهو كان مطروح ويجب أن ينفذ، يعني حتى تأخر في تنفيذه. حتى على الأرض أيضا بنشوف إنه كان في إعادة تأهيل لمطار الجراح في شرق حلب، وتم تداول الخبر في وسائل الإعلام المحلية والروسية، وحتى في مقاطع مصورة مثل ما شايفين أعلام مشكل ملون روسية والقوات الروسية أيضا في إعادة تأهيل وتدريبات مشتركة. هذا إذا بدنا نشوف الخريطة، المطار تقريبا هو رح يكون أنا بتقديري نقطة مراقبة لطريق الام 4 من ناحية الروسية أو السورية، يعني مناطق سيطرة بين قوسين النظام السوري يلي دائما يعني لازم هذا الموضوع نحن نفهمه. أي قوات تابعة اسميا للنظام السوري لها مهام
في مقابل القوات التركية لازم يكون الروس متواجدين، هم أصحاب القرار فيما يتعلق بتحركات تلك القوات. هلا لفت نظري الحقيقة، هذا شيء يعني ضمن المضحك المبكي، منشوف أنه دائما صورة بشار الأسد وحافظ الأسد موجودين، اللي بيتغير هي الصورة الثالثة بقى بحسب تغير النفوذ. يعني مثلا منشوف نحن إذا كنا بالجنوب منشوف هون حسن نصر الله، إذا كنا شوي بالشرق منشوف صور خامنئي، ويمكن كان لو تم التقارب التركي السوري نشوف أنه حافظ الأسد وبشار الأسد والرئيس أردوغان بالصورة. يعني هذا الحقيقة بيعبر عن واقع الحال في سوريا، عن فقدان السيادة بشكل كامل على كامل الأراضي السورية. كل هذا يلي ذكرناه يعني مرة تانية صار الوقت أو الفترة يلي ممكن نشهد فيها خطوات أو تغييرات في كل المسارات، إذا ما كان في التقارب التركي السوري حتى على مستوى العملية أو العمليات العسكرية اللي مرتقبة لتركيا في الشمال، وهي أكثر ترجيحا من التقارب السياسي. صارت اليوم هي بهالشهر شهر وعشرة أيام يلي باقيين، بستبعد أنه يكون في أي خطوات خلال الحملة الانتخابية مثل ما قلنا يلي يعني بدها تبدأ بعشرة آذار القادم، انتهاء الانتخابات التركية لتحدد مين رح يوصل للسلطة رح تتزامن مع بداية تطبيق قانون الكبتاغون، ويعني الدخول أو الوصول إلى مرحلة تنفيذية فيما يخص اعتبار رئيس بشار الأسد رئيس منظمة إجرامية، يجب تفكيك الشبكة التي يديرها، وهذا رح يصعب كتير أي لقاء سياسي من أي نوع، يعني مع رئيس تركيا القادم أو مع أي رئيس على أي مستوى رح يكون الموضوع معقد أكثر، يعني وفي صعوبة بالغة بأنه يتحقق. مع الأسف خلال هذه المرحلة رح يستمر السوريين بالمعاناة وتردي الوضع المعيشي تبعهم يوم بعد يوم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. ما على موظف منين يجيب مصاري؟ من راتبه بكفي؟ حق امبيرات ما بكفي، امبيرات بس ما تحدى اي اكبر موظف بكفي حق امبيرات. بعيش والله ما بوطى، الناس بتحنن عليه والناس بيعطون كذا عهده من كروز السيف، العالم ميته 90% عايشين على الحوالات من برا، لانه مستحيل الراتب يكفي لاي انسان بهالوقت هذا اكثر من 3 ايام اذا مصروف الامبير 80,000. هذا الراتب طبعا ما بيدبر، الراتب هذا يعني لمده يومين فقط مو اكثر. انا عمري 70 سنه عم بقول لك لازم اعمل. اليوم صفت البيض ب 22,000، وين عايشين نحن؟ بكاليفورنيا عايشين.